نبرة على آخر أخبار البال والأعمال، أهلا بكم. تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الأولى من مؤتمر قطاع العقارات على مستوى الشركات، والذي من المقرر أن تنعقد فعالياته في إمارة دبي يومي 15 و16 من أكتوبر الجاري. وسيمنح هذا المؤتمر فرصة جيدة للمستثمرين المحتملين لدخول سوق العقارات المزدهر في دبي، وسيمكنهم من الاطلاع على كافة مقومات هذا القطاع الحيوي. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور نخبة من المسؤولين الحكوميين إلى جانب 15 متحدثا من جميع أنحاء الدولة. وسيقام على هامش معرضا يضم 30 منصة لمختلف الشركات ذات الصلة بقطاع العقارات. أدان قاض أمريكي جمهورية الأرجنتين بإزراء المحكمة بسبب رفضها تنفيذ أوامرها بإعادة دفع الديون المستحقة عليها لاثنين من صناديق التحوط الأمريكية. وكانت الأرجنتين دخلت في نزاع قضائي أمام إحدى المحاكم الأمريكية مع اثنين من صناديق التحوط، كان اشتريا ديون البلاد بثمن بخس بعد تخلفها عن السداد في عام 2001. اعتبرت وزارة الخارجية الأرجنتينية أن حكم القاضي الأمريكي خرقا للقانون الدولي وليس له أي تأثير عملي، بخلاف تقديم عامل مساعد جديد لحملة الافتراءات السياسية والإعلامية التي تشنها الصناديق الجشعة ضد الأرجنتين بحسب وصفها. قالت مجموعة سيتي جروب، ثالث أكبر مجموعة مصرفية في الولايات المتحدة، إن القطاع المالي في العالم يمكن أن ينفق ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا خلال السنوات المقبلة لمكافحة عمليات تبييض الأموال فقط. كانت المجموعة المصرفية قد فصلت في وقت سابق من العام الحالي 12 موظفا على الأقل بسبب الفشل في منع أو اكتشاف الاحتيال، ما دفع سيتي جروب لإدخال تغييرات جديدة على سياسات تطبيق القواعد المضادة لتبييض الأموال بعدما تعرض فرعها المكسيكي لعملية احتيال كبدتها 400 مليون دولار، وبعدما تلقت طلبات استدعاء من وزارة العدل الأمريكية والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بسبب احتمال وجود قصور في إجراءات مكافحة تبييض الأموال. أعلنت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي وجه اتهامات لشركة أبل الأمريكية بالحصول على تسهيلات غير قانونية على الضرائب في إيرلندا على مدى عقدين ماضيين من الزمان. وتوصلت لجنة تحقيق تابعة للاتحاد الأوروبي إلى أن الشركة كانت تدفع ضرائب مخفضة تقل نسبتها عن 2%، لكن أبل وإيرلندا نفيتا أن تكون الشركة حصلت على تسهيلات غير قانونية. يذكر أن أبل قد خضعت في عام 2013 لتحقيق مماثل من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي بعدما وجهت لها الاتهامات بدفع ضرائب أقل من النسبة القانونية، وذلك بتوجيه أرباحها إلى شركات في بلدان أخرى. أعلنت الحكومة الصينية أنها ستفرض ضريبة موارد جديدة على الفحم، وذلك منذ أول شهر ديسمبر، وستلغي في المقابل سلسلة من الرسوم الحالية. أذكر البيان الحكومي أن الصين ستلغي ضريبة التعويضات البيئية من الرسوم المفروض سدادها، وذلك في محاولة لتبسيط الإجراءات الضريبية المتعلقة بإنتاج الفحم في البلاد. يذكر أن تعديلات ضريبة الموارد موضوعة على جدول أعمال الحكومة الصينية منذ فترة طويلة، وذلك بهدف زيادة الكفاءة في استخدام الفحم. ختام أخبار الاقتصاد، نشكر لكم المتابعة، دمتم في أمان الله.